في موضوع الدعاء أعظم وأهم أسباب تفريج الكروبات، يعني الأسباب التي الله سبحانه وتعالى يفرج بها الكروبات عن الإنسان. السؤال بيقول: عندي بلاء عظيم جدا لا أحد يتصوره، كيف يمكن تفريجه؟ فبيسأل يعني عن أهم الأسباب التي يأخذ بها المسلم لتفريج لي الكروبات. طبعا من أهم الطرق التي يدفع بها البلاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن البلاء إنما يصيب العبد بذنبه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع ولا رفع إلا بتوبة. فعلى الإنسان أن يتوب الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة مما هو مقيم عليه من المعاصي، فإن ذلك من أعظم أسباب تفريج الكروبات. ومن الوسائل المعينة على ذلك أيضا لزوم الاستغفار، فإن الاستغفار باب عظيم من أبواب الخير. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان الحديث ضعيف إلا ممكن أن الإنسان يأخذ به اعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ إنه كان غفارا. ومنها يعني من أسباب تفريج الكروبات لزوم التقوى، فإنه من اتقى الله سبحانه وتعالى وقاه الله عز وجل، والتقوى أعظم وسائل تحصيل المطلوب ودفع المرغوب. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا. التقوى معناها، عشان بس برضو بعض الناس ربما يفهم التقوى دي يعني بعيدة شوية، لا، التقوى أن الإنسان يعمل الطاعات ويبتعد عن المعاصي والإيه والسيئة، ده معنى الإيه؟ معنى التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن أهم الأسباب أيضا في تفريج الكروبات التذرع بالصبر. دائما الإنسان دائما موضوع الصبر ده، أي حاجة في الدنيا محتاجة صبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. الصبر يعني دائما الإنسان يوصي بعضنا بعضا بالإيه؟ بالصبر. فإنه حصن لا يهدم وجند لا يهزم. قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الإيه؟ من الصبر. يعني شوف، من أهم الأرزاق مش رزق المال ولا رزق الزوجة ولا الأولاد، الصبر، رزق الصبر. وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الإيه؟ من الصبر. وفي مسلم من حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن أعظم تلك الوسائل وأهم تلك الوسائل لزوم الدعاء، وسائل تفريج الكروبات يعني، لزوم الدعاء والإكثار منه، وخاصة في أوقات الإجابة مع استحضار القلب أو مع إحضار القلب بتذلل وضراعة ومسكانة لله سبحانه وتعالى. فإن مثل هذا الدعاء لا يكاد يخيب، لأن دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا إيه؟ إذا دعا. والدعاء من أعظم ما تستدفع به البلايا وتتوقى به الشرور. ولعل الله سبحانه وتعالى إنما ينزل البلاء بالإنسان ليسمع شكواه وتضرعه إليه، فإنه سبحانه وتعالى يحب إلحاح الملحين في الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدي وسائل الإنسان لو أخذ بها الله سبحانه وتعالى يفرج عنه همومه ويزيل عنه كروبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.